صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير يا معانو كتير في قلوبنا ليهم حب وتقدير وبرغم ألمهم ووجع أيامهم لا اليأس هزمهم ولا نسيوا الغير. السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحة المشاهير. في حلقة النهاردة هنتكلم عن فنان زاوج بين الفن والسياسة، قدم أعمالا درامية ما زالت محفوظة في تاريخ السينما والتلفزيون وفي وجدان كل مقدر للفن الحقيقي. النهاردة هنتكلم عن مرض وفاة الفنان حمدي أحمد، وهيكون معنا دكتور أحمد يوسف القاضي أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية المهنية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا أستاذ محمد. يعني كان عندنا تقليد في الحلقة أن كل حلقة بنبدأها بتقرير عن الشخصية اللي معانا. اسمح لنا نسمع التقرير ونستكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. أعزائي المشاهدين نشوف التقرير مع بعض ونرجع لكم تاني بعد التقرير. صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير صحت مشاهير يا معانو كتير في قلوبنا ليهم. فنان حمدي أحمد. هو حمدي أحمد محمد خليفة فنان مصري يعد أحد نجوم السينما المصرية في الستينات من القرن العشرين. تميز في العديد من الأدوار السياسية والاجتماعية التي أثرت في ذاكرة المشاهدين. ولد في 9 من نوفمبر عام 1933 بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية عام 1961. بدأ الفنان حمدي أحمد مشواره الفني مع فرقة التلفزيون المسرحية التي قدم معها العديد من الأدوار المتميزة، حتى فاز عام 1966 بجائزة أحسن وجه جديد، كما حصل على الجائزة الأولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في الفيلم السينمائي القاهرة 30. تألق في السينما والتلفزيون وأصبح أحد نجوم السينما المصرية في الستينات، حيث بلغ رصيده الفني نحو 35 مسرحية و25 فيلما سينمائيا و30 فيلما تلفزيونيا، بالإضافة إلى 89 مسلسلا تلفزيونيا. ومن أبرز أعماله السينمائية أبناء الصمت، المتمردون، لقاء مع الماضي، الأرض، فجر الإسلام، أنف وثلاثة عيون، صرخة نملة. ومن أبرز أعماله التلفزيونية الحارة، الجبل، إمام الدعاء، شارع المواردي، اللص والكلاب، جمهورية زفتة، بوابة المتولي، الوسية، السمان والخريف، ينابيع العشق، علي الزيبق. لم يكتفي حمدي أحمد بالعمل الفني فقط، بل شارك أيضا في الحياة السياسية المصرية، حيث عرف باتجاهاته السياسية منذ الاحتلال البريطاني، وقد سجنته قوات الاحتلال البريطاني عام 1949، وكان عمره 16 عاماً لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال. وفي عام 1979 انتخب عضواً بمجلس الشعب وعرف بفكره اليساري، كما عمل بالصحافة ككاتب سياسي بجريدة الشعب والأهالي والأحرار والميدان والخميس والأسبوع. عانى الفنان حمدي أحمد كثيراً مع المرض، خاصة خلال السنوات الأخيرة من حياته، فقد أصيب بثلاث نوبات مرضية حادة، ذبحة صدرية وغلطة في المخ ومياه على الرئة، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل يعاني صحياً خلال الفترة الأخيرة من حياته،
ودخل إلى المستشفى أكثر من مرة خلال الشهور الماضية حتى وافته المنية على إثر أزمة صحية تعرض لها في يوم الجمعة الموافق 8 يناير عام 2016 عن عمر يناهز 82 سنة. وتم شهيد يا معانه كتير في قلوبنا ليهم حب وتقدير، وبرغم ألمهم ووجع أيامهم. رحم الله الفنان حمدي أحمد. دكتور، في اللي بيعمل سيرش على الانترنت ويعرف ايه هو سبب موت الفنان حمدي احمد هيلاقي لغط كتير ومش هيلاقي الخبر اليقين. احنا عارفين ان حضرتك كنت مرتبط شويه بعائله الفنان وعندك الخبر اليقين، علشان كده انت معانا النهارده نتكلم عن الفنان حمدي احمد. الازمه الصحيه اللي اودت بحياته كانت ايه؟ الله يرحمه الفنان الراحل حمدي احمد. له تاريخ طبعا مشرف، وكان دايما بيجهد، والله يرحمه كان تعرض لجلطات في الرئه. يعني كان دايما بتجيله جلطات في الرئه، وعلى فكره جلطه الرئه من الاشياء الصعبه في تشخيصها، لان بيتشابه اعراضها وعلامتها مع حاجات كتير. يعني هي من ضمن اعراضها الواضحه قوي ألم أو إحساس بالمفاجئ، إحساس مفاجئ بالاختناق وصعوبة في التنفس. دي بتبقى برضو تتشابه مع الذبحة الصدرية، وتتشابه مع حاجات تانية. الحاجة التانية إن بيبقى في ألم شديد في الصدر. الألم الشديد اللي في الصدر بيزيد مع أخذ النفس، دي برضو حاجة مهمة جدا. الحاجة التالتة إن بيبقى في خفقان شديد في القلب، يعني زيادة في معدل ضربات القلب. الحاجة الرابعة بيبقى فيه برضو زيادة في معدل التنفس، يبقى مش يعني بياخد نفس سريع وعدده كبير في الدقيقة. الحاجة اللي بعد كده ان ممكن قوي تكون في علامات، انا مش بتكلم على الفنان حمدي احمد، ممكن تبقى في علامات زي مثلا ألم في الرجل بيدل على، او سخونة في الساق بالذات في السمانه من تحت، ده بيدل على ان وجود جلطه في الساقين، وده سبب حدوث جلطه الرئتين. يعني يا دكتور برضو جلطه الرئتين ليها نظام حياه معين بيؤدي ليها، ولا ممكن تحصل فجاه، ولا ليه حصلت بالتحديد جلطات مع الفنان حمدي احمد؟ هو مبدئيا انا عايز اتكلم عن الدوره الدمويه عشان نقدر نفهم جلطة الرئة بتحصل ازاي. في دورة دموية رئيسية، وفي دورة دموية رئوية. الدورة الدموية الرئيسية تبتدي من الجانب الأيسر من القلب، بيطلع الدم مؤكسج يعني مليان أكسجين، بيدخل في الأوردة، في قصدي في الشرايين، والشرايين دي بتروح جميع أجهزة الجسم أو أنسجة وخلايا الجسم، تكتسب الأكسجين هذه الخلايا، وبعدين يطلع ثاني أكسيد الكربون. أنا بتكلم طبعا عن الحاجة الأساسية، السبب الرئيسي. يروح أكسجين، يطلع ثاني أكسيد الكربون، تاخده الأوردة. الأوردة دي بتوصل الجانب الأيمن من القلب. يبقى الدم اللي رايح للجانب الأيمن من القلب ده دم غير مؤكسج، دم مليان بالفضلات زي ما بنقول، ثاني اكسيد الكربون وحاجات تانية. الجانب الايمن القلب اللي هو البطين الايمن بيدفع الدم للرئه، بيدفعه دم غير مؤكسج، بيحصل تبادل الغازات، بيدخل الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون، بيتحول بقى الى دم مؤكسج، يروح راجع تاني في الشرايين للجانب الايسر. دي الدورة الدموية الرئيسية، ودي الدورة الدموية الرئوية. اللي بيحصل بقى، يبقى إذا الدم اللي بيروح للرئة دم وريدي، دم غير مؤكسج. جاي منين بقى؟ معظم الجلطات اللي بتيجي للرئة بيبقى سببها جلطات في الساقين. يعني يا ريت برضه يعرض لنا
المخرج. هنعرض الصور تباعي عشان بس نشوف الجلطة بقى في يعني عايز اقول حاجة، في عندنا في مصر برضو للأسف الطب قد يكون ناجح لكن يفشل بسوء التمريض. يعني اول ما واحد يدخل مثلا عناية مركزة او يدخل هيعمل عملية، المفروض وهيبات مثلا 3-4 او اسبوع في السرير او اكتر، المفروض انه بيلبس شراب في الساقين. الشراب ده هيمنع الجلطات اللي ممكن تتكون في الساقين نتيجة الرقدة، وبالذات السن الكبير. يعني الناس المسنين ده صعب جدا انهم يقعدوا 3-4 ايام دون يعني حركة. من كلام حضرتك يا دكتور جلطة الساقين تبقى سبب رئيسي في جلطة الرئة؟ بالظبط كده. يعني هي تقريبا 99% من جلطات الرئة سببها الرقدة وجلطة الساقين. لما بقى بتروح الجلطة من الساقين للرئة بيحصل بقى يا اما هنشوف لما الجلطة تروح للرئة بيحصل ايه. بس معانا صورة يا دكتور حضرتك طلبتها حضرتك هتعلق عليها؟ في صورة يا ابني دي. طيب هنا في طبعا واضح ان الجلطة في الساق واضحة قوي. طبعا انا شايف يعني الصورة ابيض واسود لكن هي ملونة. طبعا في جلطة موجودة في الساق. اديني الصورة الثانية من فضلك. الصورة الثانية هتتعرض بعد دي. ايوه عشان بس نوضح للمشاهد ازاي بتحصل الجلطة. دي بقى الرجل. شوف في رجل يمين وفي رجل شمال. الرجل اليمين ما فيهاش جلطة. الرجل اللي هي لونها طبيعي. لونها طبيعي. الرجل الشمال طبعا دي لونها احمر وممكن تبقى سخنة، دي بقى فيها جلطة. عشان بتبان بالطريقة دي. تبقى الجلطة ممتدة في الرجل كلها دكتور ولا في أماكن معينة؟ في أماكن معينة وحسب بقى المكان والمستوى بيبتدي التورم اللي أنت شايفه اللي حضرتك شايفه واللون الأحمر. ممكن نشوف برضو الصورة اللي بعدها نشوف الصورة اللي بعدها؟ أيوه. دي طبعًا يعني بيوضح ده كاريكاتير بيوضح. شوف الرئة اليمين أهي الجلطة موجودة في الرئة اليمين من تحت عاملة الإحمرار ده. نشوف الصورة اللي بعدها. معانا حتى هتظهر الصورة اللي بعدها معانا يا دكتور. معانا الصورة اللي بعدها. دي بقى الجلطة يا أستاذ محمد. شوف موجودة ازاي في الشريان الرئوي. فدي بقى بتعمل ايه بقى؟ ممكن يحصل انسداد جزئي وممكن يحصل انسداد كلي. الانسداد يعني الجزئي ممكن يبقى الأعراض بسيطة، لكن لما بيحصل انسداد كلي بيبقى فيه طبعا جزء كبير من الرئة بيحصل له تلف. ولو الانسداد ده انسداد كبير ممكن يحصل الدم اللي واصل للجانب الايسر للقلب قليل، وبالطريقه دي الدم اللي هيوصل للقلب نفسه من خلال الشريان التاجي. الشريان التاجي ده بنقول عليه خرطوم البنزين بتاع القلب. بيحصل فيه بقى لما بتقل الدم فيه بيبقى ممكن تحصل سكته قلبيه، وده اللي حصل للفنان الراحل الله يرحمه حمدي احمد. طيب يا دكتور حضرتك ذكرت في حديث حضرتك ان الجلطه في الرجل ممكن تعمل جلطه في الرئه. هنكمل كلامنا عن جلطات الرئه وازاي نمنع جلطه الساقين انها تعمل جلطه في الرئه، بس بعد فاصل قصير. استاذن حضرتك ناخد فاصل. مشاهدينا الاعزاء انتظرونا بعد الفاصل. صحة مشاهير ليهم حب وتقدير وبرغم ألمهم ووجع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم في برنامج صحة المشاهير ونتكلم عن الأزمة الصحية التي أودت بحياة الفنان حمدي أحمد. دكتور كنا قبل الفاصل بنتكلم عن جلطة الساق وإزاي الطبيب بيمنع انتقال جلطة الساق لجلطة رئوية. ده بيكون عن طريق إيه؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية إن المفروض أنا لو هدخل مستشفى المفروض التمريض فاهم كويس قوي إن أنا لازم ألبس شراب معين ضاغط، بحيث إن هو لو أنا هقعد فترة طويلة في المستشفى ومش هتحرك يبقى الشراب ده يحميني من حدوث جلطة في الساق، ولو حصلت في الساق ما تطلعش فوق على ده. وحده كفيل بالحماية دكتور؟ دي حاجة. الحاجة التانية لو شفنا
ايه اكتر الناس المعرضين للجلطه؟ نمسك المرحله العمريه. الجلطه الرئويه تحدث في اي عمر، بس هي بيزيد معدل حدوثها اكتر من سن 26. يعني لوحظ ان اقل من 26 مش متبقاش كتير، لكن بتكتر بعد سن 26. لو بصينا للجندر او الجنس، بتحصل في الستات او البنات اكتر من الرجال. لو بصينا للكبار السن اللي هم دايما نايمين او على كرسي متحرك، دول برضو اكتر ناس بتجيلهم جلطه رئويه نتيجه ركود الدم في الساقين. الناس اللي بيدخلوا يعملوا عمليات زي ما قلت من شويه، عمليات حديثه، ويقعدوا مثلا بالشهر، دول برضو بيجيلهم، بالذات لما يكون في ولاده قيصريه، دي بتبقى الست معرضه اكتر من اي حد تاني انه يجي لها جلطه في الساقين، وبالطريقه جلطه رئويه. احب انبه من خلال منبرك يا استاذ محمد، ان ارجو اعراس منع الحمل او الهرمونات اللي بتتاخد عشان نمنع الحمل او ننظم الحمل، يا ريت نبعد عن الهرمون، سواء كانت اعراس منع حمل او كبسوله بتتحط تحت الجلد او حقنه بتتاخد كل 3 شهور. ليه بقى؟ لانه الابحاث اثبتت، هو ده السبب يا دكتور اللي بيخلي الستات اكتر عرضه للاصابه من الرجال؟ بالظبط كده. ده بيخلينا نقول يعني في ابحاث عملت وجدوا ان في ارتباط وثيق بين ارتفاع نسبه الاستروجين والبروجسترون اللي هي الهرمونات اللي موجوده في راس منع الحمل او موجوده في منع الحمل بالطريقه دي، وحدوث الجلطه في الساقين. فيا ريت ناخد بالنا ان حبوب منع الحمل نبطلها، بالذات للناس اللي عندهم استعداد لحدوث جلطه في الساقين. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها، لو في جلطه سابقه في الرئه او جلطه سابقه في الرجل، المفروض دول بقى يحتاطوا جدا بانهم ياخدوا حتى اسبوسيد، ياخدوه كل يوم قرص بعد الغداء عشان منع حدوث الجلطات. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها، مرضى السرطان، احب انبه مرضى السرطان، لان هم طبعا عشان الالم اللي بيصيب، لان هو بيحصل انتشار للمرض، لما بيحصل انتشار المرض في النسيج العظمي بيبقى الاعصاب اللي موجوده متاثره بهذا الضغط على العصب، بيحصل الم شديد جدا، فبيضطروا يعني يقعدوا ساكتين ما يتحركوش، فعدم الحركه ده بيؤدي الى حدوث جلطه في الساق، وبالتالي بتحصل جلطه في الرئه. يعني يا دكتور، لو حضرتك ذكرت ان هي بيبقى في ضيق تنفس مفاجئ، احساس مفاجئ بضيق التنفس وصعوبه شديده في التنفس، يحس انه طيب، ده يخلينا نقول هل كل ضيق تنفس ممكن يبقى هو ده اعراض للجلطه الرئويه؟ لا طبعا. هو ده اللي بيخلي الجلطه الرئويه ما بياخدوش بالهم دكاتره من حدوثها، بيبقى بتكتشفها متاخر شويه. لازم بيقولوا، يعني ابسط حاجه يقولوها، لا دي ذبحه صدريه. انا بنصح بقى ان في الحاله دي يتعمل رسم قلب عشان نتاكد ان دي مش جلطه، مش ذبحه صدريه. يتعمل معدلات السيوله، واخد بال حضرتك، يتقاس حاجات معينه بتساعد على حدوث الجلطه، واخد بال حضرتك. لو الحاجات دي اتعملت، بس برضو دي ما بتحددش. اللي بيحدد بقى الام ار اي، يعني بنعمل اشعه بنشوف الصدر، لو في جلطه بيبان في الاشعه العاديه، ما وضحتش الاشعه العاديه بنعمل كات سكان اشعه مقطعيه، لو ما وضحتش بنعمل ام ار اي اللي هو التشخيص بالمواد. الفنان حمدي احمد في قبل وفاته بفتره يعني قليله كان ليه ظهور تلفزيوني، اقتطعنا منه جزء نشوفه دلوقتي. يا دكتور، كان بيتكلم عن مرضه وازاي عايش، في حالته مع المرض كانت ايه. نشوف الظهور الاخير للفنان حمدي احمد، ونشوف طريقه كلامه كانت ازاي، وكان ازاي بيتعامل مع المرض. اتفضل يا استاذ هيثم، اعرض الفيديو. اللي حصل ان انا كنت تعبت شويه كده، جاني زي ما تقول شبه فشل كلوي، فحوش الميه على صدري، ما بقتش اتكلم.
خالص. وبعدين؟ فرحت المستشفيات الخاصة بتاعتنا يعني، قعدت فيها عبارة عن يعني استنزاف، لكن أنا مش قادر ارتاح. ومش عارف أتكلم، مش عارف أقول حاجة. أنا كنت بس أقول يا رب يا رب يا رب بس، مش غير أم الثلاث حروض. ليه تعبت قوي؟ فبنتي واخداني في المستشفى، هتوديني فين؟ قالت المستشفى اللي كنت فيها، قلت لها لا. فاروح فين؟ قلت لها وديني اي مستشفى عسكري، اي مستشفى عسكري تعجبك في الطريق كده وديني. فجينا كلمنا صديق ليها. مرة تانية رحم الله الفنان حمدي أحمد. يعني دكتور في معرض كلامه كان قال إن هو أصابه فشل كلوي، يعني الجسم كله وحدة متكاملة، ممكن الفشل الكلوي برضو يأثر على الرئة؟ هو الفشل الكلوي لما بيحصل عدم نزول البول بطريقة طبيعية ممكن يحتجز المية في الجسم ككل. طبعا الغشاء البلوري أو التجويف البلوري ممكن كجزء من الجسم يحصل فيه ميه حرقه او ارتشاح حرق. هو طبعا الفشل الكلوي مش هو سبب المباشر للوفاه، لكن ممكن الناس عايشين قوي بيغسلوا. هو كان بيغسل كل الحقيقه في المستشفيات الخاصه اللي كانت في هنا في 6 اكتوبر او عموما. يعني هو لما تعب منهم طبعا راح العنايه المركزه في المستشفى العسكري، اظن اعتقد يعني هو في نهايه حياته كان في المستشفى العسكري بعد ما المستشفى العسكري في العنايه المركزه. في العنايه المركزه يعني ده مش ممكن يكون هو من الاسباب الرئيسيه اللي ادت لوفاته؟ لا، هي من الاسباب المساعده، لكن السبب الرئيسي للوفاه حدوث الجلطه. وبعدين كان في جلطات بتحصل قبل كده بس تبقى صغيره وتتشخص برضو غلط وتعدي. يعني ممكن لما تبقى في جلطه صغيره في الرئه ممكن بحاجات بسيطة حتى لو ما تشخصتش تعدي، لكن لما تتعدد الجلطات وتحصل جلطة بعد كده كبيرة بتأدي إلى زي ما قلت لسعادتك جزء كبير من الرئة بيحصل له تلف، أو لو كانت الجلطة عاملة انسداد كامل لشريان رئوي كامل بيقل الدم اللي رايح للجانب الأيسر فيحصل هبوط في الضغط مفاجئ وتحصل سكتة قلبية. طب الجلطة الرئوية ملهاش مقدمات؟ ممكن تكون مقدمات بسيطة يمكن علاجها فنتفادى الجلطة ككل؟ ما أنا قلت المعليك إن هي أساسها جلطة الساقين. غير جلطة الساقين في طبعا اللايف ستايل أو أسلوب الحياة. أنا برضو بنتهز الفرصة دي يا أستاذ محمد وأقول التدخين عموما مش مظبوط، اخذ الادويه عمال على بطال، السيلف ميديكيشن يعني الناس تعالج نفسها بنفسها ده غلط، تتجه للصيدلي زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت برضو ده غلط. الحاجات دي مهمه جدا. التشيك اب البريودك تشيك اب او الفحص الطبي الدوري، فحص الدوري كل 6 شهور او كل سنه يعني على الاكثر، بالذات كل ما يكبر عمرنا كل ما يبقى كل 6 شهور مثلا او كل 3 شهور يتعمل فحص طبي دوري نشوف الكوليسترول ونشوف الحاجات اللي بتعمل تجلط اخبارها ايه والكلام ده. تمام يا دكتور. عايزين من حضرتك شويه نصايح كده للناس بحيث ان هم ما يوصلوش لمرحله الجلطه او اي مشاكل عموما في الرئه. اول حاجه ممنوع التدخين. تاني حاجه لو عايزه تنظمي النسل ما تاخديش منع هرمونات منع الحمل، تروحي تلجئي لوسائل تانية، وفي وسائل تانية كتير اهمها احسنها انا من وجهه نظري اللولب او الشريط. تالت حاجه لو انت رحت بتعمل عمليه قول يا جماعه عايز شراب البسه في الساقين علشان انا هقعد فتره طويله. الحاجه اللي بعد كده لو انا كبير في السن ودايما قاعد في السرير او على كرسي متحرك ينصح ان هو حد يساعده يتحرك، هينشط القلب وهيمنع حدوث تراكمات الجلطات. بعد كده الحاجه المهمه عندنا
لما يكون عندك انت قبل كده يعني جلطة سابقة تبقى حريص جدا على ان لو حسيت بقى باحساس مفاجئ بالاختناق او الم مفاجئ في الصدر بسرعة تتجه للعناية المركزة. هل يا دكتور العامل الوراثي ليه دور في الإصابة بأمراض الرئة ككل وحدوث جلطات رئوية؟ على فكرة الجين الوراثي يا أستاذ محمد أنا بعتبره له السبب الرئيسي في كل حاجة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصحنا تباعدوا عليه الصلاة والسلام تباعدوا، يعني زواج زواج ابن العم أو بنت زواج الأقارب أو الأقارب وبالذات في الصعيد في أمراض وراثية كتيرة قوي ظهرت في الصعيد، أمراض لا تتخيلها. حضرتك مش بتنصح بزواج الأقارب اقتضاء بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ والطب أثبت هذا الكلام، وعلم الوراثة أثبت هذا الكلام، والهندسة الوراثية أثبتت هذا الكلام، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وحضرتك عارف زواج الأقارب في بعض الأماكن بيكون ليه اعتبارات تانية. أيوة كل الناس في الصعيد يقول لك الطناط، يعني شوية الطناط اللي هترسهم الزوجة ما يطلعوش بره، كلام فارغ. طين ايه وميراث ايه؟ في عجاله دكتور العلاج حضرتك بتتعامل ازاي مع علاج الجلطات؟ الوقايه زي ما حضرتك تفضلت من وسالتين. بدانا بالوقايه ثم بقى العلاج. بقى لو فرضوا في جلطه بنبدا طبعا بالمسيلات الدم، انا طبعا مش هذكر اسماء تجاريه لكن فيها يعني اسماء علميه زي الهيبارين، اخد بالك ناخده لغايه ما الامور تتحسن، وبعدين نستمر على الورفارين برضو ناخد اعراس معينه، المده بتتراوح ما بين 6 شهور واكتر من كده، يعني ما تقلش المده من 6 شهور وممكن تقعد سنين وممكن تقعد العمر كله، يعني لو تعدت الجلطات لو حصل جلطات كتيره متعدده بناخد المسيلات العمر كله. يعني يا دكتور بعيدا عن الطب تفسر بيه حضرتك ان شخصيه محجوب عبد الدايم هي ابرز الشخصيات اللي عملها الفنان حمدي احمد، اللي هي يعني بتمثل او بتجسد صورة الموظف اللي بيضحي باي شيء في مقابل ان هو يتدرج في وظيفته، ده بعيدا عن الطب. الله يرحمه فنان حمدي احمد، هو من سوهاج صعيدي وكان دايما يعني بيدور على الانسان الفقير وحس بيه قوي، وانت عارف انه في مظاهرات اعتقل في اعتقلوه الانجليز مش كده، والعمليه كانت صعبه. هو طبعا كان بيمثل الشخصيه المصريه السائده في الوقت ده، وكان طبعا شخصيه فقيره. يعني بنشكر حضرتك يا دكتور، هي فعلا شخصيه محجوب عبد الدايم اعتقد انها مستمره لوقتنا الحالي، وبنقول لكل الناس اللي على نفس النمط يعني الدنيا الى فناء وما فيش اي حاجه بتستاهل، وزي ما شفتوا محجوب عبد الدايم مات والله يرحمه حمدي احمد تغمده الله بواسع رحمته. اشكر حضرتك دكتور احمد يوسف القاضي استاذ الامراض الصدريه والحساسيه المهنيه، شكرا لحضرتك على تشريفك لينا. شكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين، واتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده واستفدتوا بالمعلومات اللي خدناها من الدكتور. شكرا لكم وعلى وعد بلقاء آخر يتجدد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة مشاهير يا معانو كتير في قلوبنا ليهم حب وتقدير، وبرغم ألمهم ووجع أيامهم لا اليأس هزمهم ولا نسيوا الغير.